قلبي مخدعني، انت احسن من غيرك، انت افضل من غيرك، شوفهم بيعملوا ايه، انت ما بتعملش ايه، فيخدعني. طيب من يعرفه؟ الله وحده يعرفه. يبقى لازم اروح بقلبي ربنا اقول له شوف اذا كان في حاجه وحشه انت يا رب ظبطها لي. لكن طبعا انا ممكن اخدع نفسي. اشهر مثل على كده لو نروح لسفر الرؤيا صح 3، ملاك كنيسه لاوديكيه، ده كان اسقف يوحنا الحبيب بعت له رساله جايه من المسيح نفسه. فقال له لانك تقول انك غني وقد استغنيت ولست تعلم انك شقي وبائس وفقير واعمى عريان. قال له انت فيك العبر كلها وانت فاكر نفسك كويس. ده اسقف، توبيخ شديد جدا وشديد اللهجه الاسقف ده. فده نبهني انا، انت فاكر نفسك عشان اسقف بقى وعارف ليه خدمات والناس بتشكر فيك انت كده كويس؟ اذا كان ده اتقال لحد من اساقفه القرن الاول، طب انا ككاهن او الشعب كله محتاجين ما نخدعش نفسنا. داود النبي نفسه انخدع من قلبه، ولولا ان يونسان نفسه حذره. فلو هناخد مثال داود النبي هنتعلم منه ايه؟ تعلم اخاف. فلنخف انهم مع بقاء وعد بالدخول الى راحتي يرى احد منكم انه قد سقط منه. يعني ايه؟ اذا كان داود اللي كتب المزامير سقط، طب لو انا بصلي مزامير انا برضه خاف على نفسي. داود سقط ليه؟ طبعا فترة فتور روحي، بطل يصلي، سامح نفسه يتلصص على حاجة مش بتاعته، وكثرة الإثم تبرد محبة الكثير زي ما ربنا يسوع قال. لما الإثم يزيد المحبة تقل وروح تطفي. عشان كده ممارسات الروحية المستمرة المشتعلة بالروح القدس هي الضمان ليا. لكن لو ريحت في الخط شوية، بقى لي فترة ما بصومش، بقى لي فترة ما بروحش قداسات، بقى لي فترة ما بعترفش، طب ما أنا أخاف على نفسي زي ده. كان داود سقط. ولما جه نثاني ينبهه ما خدش باله، اتاخر بعد ما نثاني حكى الحكايه وقال له ده الراجل ده يتقتل، قال له انت هذا الرجل يا داود. فكانت خداع رهيب لداود.